أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم سر التفوق في المسابقات. طبعا عارفين أن برنامجنا من ضمن إسهامات قناة النيل التعليمية. عندنا مدرسة على الهواء للأنشطة، بتكلم عن شغل الفترة الصيفية، هنقابلها إن شاء الله أو هنتواجد معاها النهاردة. عندنا مدرسة على الهواء بتخدم الجانب التعليمي، وعندنا سر التفوق برضو بنتكلم فيه عن المسابقات علشان نحاول نجذب الطلبة بتوعنا في الفترة الصيفية، نأدي فترة أو نأدي ساعة ظريفة مع بعض هتشمل مجموعة من الأسئلة الثقافية والعلمية والفنية والتاريخية. كالمعتاد بنستضيف مجموعة من الطلبة بتاعتنا، هنبدأ نتعرف على الطلبة ونقسمهم إلى فريقين ونبدأ ندخل في رحلتنا في مسابقتنا ونشوف يا ترى مين الفريق الفائز. معروف إن كل فريق هيكون له سؤال، بنعد التايمر بتاعنا، هنبدأ نجاوب عن السؤال وفي نهاية الحلقة هنشوف مين الفريق الفائز، ويا رب نطلع كلنا فايزين. في البداية هنبدأ نتعرف ونشكر الطلبة الموجودين معانا النهاردة في الاستوديو. هنتعرف بالطلبة اللي معانا، اتفضل حضرتك عرف نفسك. انا اسمي السيد علي السيد علي، طالع تالتة اعدادي. رايح تالتة اعدادي، السيد علي في سنة تالتة اعدادي او داخل تالتة اعدادي، خلي بالك داخلين على شهادة ولازم طبعا جانب المسابقات وجانب المواهب والحاجات دي ما يأثرش على الجانب التعليمي. اكيد اكيد واضح ان انت في ذكاء طالع من عينك كده. متنبأ لك بالخير ان شاء الله، السنه الجايه نشوفك معانا وتقول لنا جبنا مجموع رائع ودخلنا ثانوي عام. نتفرج او نتعرف على زميلنا الثاني. فؤاد رزق. فؤاد رزق. رزق سنك يا فؤاد او في سنه كام؟ طالع اولى ثانوي. فؤاد طالع اولى ثانوي، يعني انت تسبق السيد بسنه. طيب جبت مجموع حلو السنه اللي فاتت؟ حاجه تشرف يعني كده؟ ينفع اسال ولا يبقى تدخل؟ لا عادي، هو كويس وخلاص. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. الاهم ثانوي بقى تشد فيها ان شاء الله علشان نطلع ثانوي عام ان شاء الله، ولا ثانوي؟ لا ثانوي عام ان شاء الله، ربنا يوفقك ان شاء الله. طب ناوي على ايه، علمي ولا ادبي؟ ميولك ايه؟ لا ادبي. ادبي. بتحب المواد الادبيه والشعر والتاريخ والجغرافيا والكلام؟ بكره الرياضه. ما بتحبش الرياضه، يعني ان شاء الله هنتظر منك في الجانب التاريخي تكون انت بقى الجينيوس بتاعنا او هتجاوب لنا اسئله التاريخ اكيد. نتعرف على زميلنا مهاب وليد. مهاب وليد، سنك يا مهاب؟ 15 سنه. سنه داخل اولى ثانوي. داخل اولى ثانوي، يعني مع زميلك، معلش نسيت الاسم، فؤاد. مع فؤاد. جبت مجموع حلو في ثالثه اعدادي؟ دخلت ثانوي عام؟ ناوي على علم ولا ادبي؟ لا ادبي. ادبي برضو. مفيش حد هيفتح نفسه يقول علم النهارده ولا ايه؟ ماشي، يعني كده عندنا الجانب التاريخي بس عايزين حد يحل لنا الاسئله العلميه بقى ان شاء الله. يلا يا ريس معانا. وليد عبد الله محمود علي. وليد عبد الله. داخل اولى ثانوي. داخل اولى ثانوي، يعني برضو نفس الفتره. يا رب تكون علمي. هندسه. علمي. ده داخل ده هندسه، ده حدد لي هيدخل كليه ايه كمان. ربنا يوفقك يا رب وليد ويحقق لك حلمك وان شاء الله تتفوق وتوصل لكليه الهندسه. يعني علمي رياضه، يعني هنعتمد عليك في الاسئله العلميه. يبقى معانا ناس داخله، ربنا موجود معانا ناس هناخد فيها اسئله علميه، ومعانا الاسئله الادبيه، معانا كوكتيل من زهور ولادنا، نبته ارضنا هنتعرف عليهم من خلال اسئلتهم. ما هو دايما يقال اعرفك عندما تتحدث، تكلم عشان اعرفك، فانا هبدا اتكلم معاهم عشان نقدر نعرف الطلبه اللي معانا. بس انا شايفه ان ما شاء الله الوجوه باسمه وفي نظره مستقبليه مليئه بالامل. يعني هنقسم نفسنا لفريقين، ها كل اتنين هديكوا ثانيتين تدوني اسم للفريق بتاعكم. معاك ثانيتين، فكر في اسم الفريق، اي اسم يجي على ذهنك، بتحب حاجه، المستقبل، اي حاجه تريحك قولها. فريقنا المستقبل. فريقنا هيكون فريق المستقبل اللي معانا. الفريق الثاني هيكون فريق لسه بتختاروا اسم فريق الشروق. الشروق. معانا المستقبل ومعانا الشروق، مدن صناعيه. معانا فريق المستقبل ومعانا الشروق، وهنبدا ندخل في رحلتنا. وكالمعتاد دايما بنبدا بالفقره العلميه، نشوف مجموعه من الاسئله. هنبدا دايما بفريق المستقبل، هنقرا السؤال ليك 30 ثانيه وتبدا بعدها لما نديلك الاشاره تبدا تجاوب. وكذلك دايما فريق المستقبل ورا فريق الشروق. نشوف اول فقره معانا، هنبدا رحلتنا مع اول فقره في الجزء العلمي او الفقره العلميه. نشوف اول اسم معانا هيقول ايه، او اول سؤال معانا هيقول لنا ايه. السؤال الاول بيقول لفريق المستقبل، كم عدد فقرات عنق الزرافة؟ كم عدد فقرات عنق الزرافة؟ معايا اختيارات، هل خمس فقرات، سبع فقرات، عشرة، اربعتاشر فقرة؟ معانا العداد هيعد
30 ثانية ونبدأ نقول الإجابة، نفكر مع بعض، نتشاور. أساس حلقتنا التشاور بين الطلبة قبل اتخاذ أي قرار، مفيش قرارات فردية، خدوا وقتكم وتشاوروا. ويبدأ التايمر يعد معايا. سؤالنا بيقول كم عدد فقرات عنق الزرافة؟ خلي بالك الزرافة، هل 5 ولا 7 ولا 10 و14؟ والتايمر بيعد بقاله شوية. أنا في رقم 10 9، تايمرنا بيبدأ ينزل والوقت معانا، الوقت معانا بيجري. خلي بالك طبعا تايمرنا انتهى. فريق المستقبل يقولين الإجابة بتاعته 7 فقرات. نشوف إجابتك صح ولا لأ. فعلا عدد فقرات عنق الزرافة 7 فقرات، ونجحنا في اول سؤال. يبقى كده معانا فريقنا، يا ريت بقى حد مننا يعد. يبقى فريقنا كده فريق المستقبل معاه 1. برافو عليك. عايزه بس انوه عن الحته دي، طبعا الزرافه 7 فقرات، رغم ان انت ممكن تتخيل ان الزرافه دي حاجه طويله قوي، اكيد عدد فقراتها بيكون اكبر. لا، الموضوع مش موضوع طول ده. انا لو قلت لك عدد فقرات الفأر هتلاقي 7 برضه، يعني الزرافه 7 والفأر 7. طب ازاي استوعبها؟ ازاي دي فقره حجمها قد ايه؟ هل هي الفقرة حصل لها استطالة ولا لا؟ جميع الكائنات الثديية عدد فقراتها العنقية 7، بدءا من الزرافة لغاية، او بدءا من الفقر عشان ابدأ بالصغير لغاية ما اوصل للزرافة. هندخل على فريقنا الثاني، فريق اللي احنا قلنا الشروق صح؟ فريق الشروق. هندخل على السؤال الثاني لفريق الشروق ونشوف هيقول لنا ايه. السؤال بيقول ايهما اكبر حجما، الرئة اليمنى ام الرئة اليسرى؟ الرئة اليمنى ام الرئة اليسرى؟ طيب هو قال لك ممكن يكون الاثنين متساويين، اعترض. ممكن الاثنين متساويين، ممكن تقولي لا ده الرئة اليسرى الاكبر، لا ده الرئة اليمنى هي اللي اكبر، ولا الاجابات دي كلها غلط. تاني سؤالك ايهما اكبر حجما، الرئة اليمنى ام اليسرى؟ هل الرئة اليسرى ولا الرئة اليمنى ولا الاثنين متساويين في الحجم، دول رئتين، ولا لا توجد اجابة صحيحة؟ هنبدأ نعد التايمر بتاعنا. بدأ تايمرنا يعد معانا 29 27. فكر معايا ايهما اكبر حجما. عندي جهازك التنفسي بيتكون من، يلا حصة احياء اهي، جهاز تنفسي بيتكون من الانف والحنجرة والقصبة الهوائية والشعبتين والرئتين، رئة يمنى ورئة يسرى. هل يا ترى الرئتين متماثلين في الحجم ولا في اختلاف، ولا واحدة اكبر من واحدة، ولا ما نعرفش؟ الاجابة دي مش مقتنع بيها. تايمرنا انتهى. ها فريقنا الرئة اليمنى، فريقنا بيقول ان الرئة اليمنى. نشوف الاجابة صح ولا لا. الاجابة برافو عليك، الرئة اليمنى فعلا بتكون هي الاكبر حجما. طب اليسرى اصغر ليه؟ المكان في الجهة الايسر بيكون بيميل فيه القلب. تمام، يبقى كده فريقنا متعادل 1-1، تعادل للفريقين. ندخل على السؤال اللي بعد كده، فريق المستقبل، هنشوف دورك هيقول لنا ايه. ركز مع السؤال. كم شهر يبقى حيوان الكنغر الصغير في جيب امه؟ وطبعا لما نخلص السؤال هدي لك نبذة عن الجزئية دي. كم شهر يبقى حيوان الكنغر الصغير هو الكنجارو في جيب امه؟ هل يا ترى بيقعد 6 اشهر ولا 8 اشهر ولا 10 اشهر ولا 12 شهر؟ فكر، اسئله قدامنا، فكر في الاجابه. بيقعد كام شهر في جيب امه؟ طيب هيبدا يعد، يا ترى 6 اشهر ولا 8 ولا 10 ولا 12؟ الكنغر، اصل الكنغر حيوان من الحيوانات الثدييه، بس بيد الصغار ناقصين النمو، فلازم يكمل نموه في الجيب اللي في بطون امهاتهم. فيا ترى هيقعد في الجيب ده قد ايه؟ تايمرنا بيعد، خد وقتك، احنا عند فريق المستقبل. ها كم شهر هيبقى الكنغر في الجيب اللي موجود عند امه؟ 6 8 10 12. السؤال قدامك، فكر معايا والتايمر بيعد. كم شهر هيبقى حيوان الكنغر الصغير في جيب امه؟ بينتظر في جيب امه فتره من الزمن حتى يكتمل نموه. ليه؟ اصل الحيوانات ديت او الحيوانات الكنغر بالذات المشيمه بتاعه الام غير متواجده، فالصغار بيكون ناقصي النمو. التايمر في صالحكم للاخر، لسه هنبدا نعد في التايمر، مدينا مساحتنا من الوقت ان احنا نفكر براحتنا. يا ترى
هيقعد 6 اشهر ولا 8 ولا 10 ولا 12 شهر. الكنغر هيقعد في جيب امه قد ايه؟ ها يا ترى قد ايه؟ وصلنا لاجابه، خدوا وقتكم وفكروا براحتك خالص. على بال ما يفكروا نبذه صغيره، الحيوان ده خلي بالك التايمر بيعد، الحيوان ده من الحيوانات الثدييه، والمفروض الحيوان الثدي بيعتمد على امه في الحصول على الغذاء، لان الثدييات بيكون عندها حاجه اسمها المشيمه، بس المشكله ان الكونغر ده ما عندوش مشيمه. بحاول اجذبكم للاحياء شويه، يمكن ندخل علم علوم. ما عندناش مشيمه، طب والحل ايه؟ هيتولد الصغار ناقص النمو، يكتمل النمو في بطون امهاته. تايمرنا انتهى، اتفضل اجابتك. 6 اشهر. 6 اشهر، برافو عليك. تعال نشوف برضو ونتاكد، يا ترى يقعد قد ايه؟ فعلا 6 اشهر، الكونغر بيستمر 6 اشهر في جيب الام، وعرفنا السبب ايه؟ يبقى 2-1، خليكم معايا في العد. هندخل على فريق الشروق ونشوف سؤالك هيكون ايه لفريق الشروق. سؤالنا بيقول: من اكتشف الوان ضوء الشمس؟ من اكتشف الوان ضوء الشمس؟ شوف اختياراتك، هل نيوتن ولا اديسون ولا جراهام بيل ولا الخوارزمي؟ مكتشف الوان ضوء الشمس. فكر، تايمرك بيعد ونشوف مين اللي اكتشف الوان ضوء الشمس. هتقول لي ضوء الشمس ده ابيض، لا بس عيب، ده تحليله، واكيد خدتوها في المناهج العلميه بالمنشور الثلاثي بيديني الالوان السبعه. مين اللي اكتشف الكلام ده؟ هل نيوتن، اديسون، جراهام بيل، الخوارزمي؟ احنا في رقم 8 في عددنا، 7 والوقت ما بيرحمناش والعداد بدا ينتهي. ها لك ال 30 ثانيه مش هتشعر بيهم، بيجروا هوا. تايمرنا انتهى، فريق الشروق اتفضل اجابتك. اي حد منكم يرد في الشاشه. نيوتن. نشوف الاجابه، برافو عليك، الموضوع تعادل لغايه دلوقتي يا جماعه. اكتشف الوان ضوء الشمس العالم نيوتن، زي ما اتفقنا لو مش متاكد في حاجه اسمها قوس قزح. لو جبت منشور ثلاثي ووضعته في ضوء الشمس الابيض هتلاقيه ادالك السبع الوان ومعروفين ترتيبا. الله ينور عليكم، لغايه دلوقتي فريقنا متعادلين، فريق المستقبل وفريق الشروق كلاهما 2-2. نشوف السؤال اللي بعد كده هيقول لنا ايه، يا رب يطلع سؤال سهل. عدد اللترات، كم لتر يعني؟ فريق طبعا توجه لفريق المستقبل. كم عدد اللترات التي يحتاجها الدماغ اللي هو المخ البشري من الدماء يوميا لكي يعمل؟ هل بحتاج 1000 ولا 2000 ولا 3000 ولا 4000؟ عشان الدماغ يعمل بكفاءة بيحتاج قد ايه دم كل يوم؟ 1000 2000 ولا 3 ولا 4؟ وتايمرنا بيعد، خد وقتك. الدماغ زي اي خلية بتحتاج الدم المحمل بالعناصر والاكسجين لكي يعمل بكفاءة، بس هيحتاج كم لتر دم يوصل له خلال اليوم خلال 24 ساعة؟ 8 7، تايمر بينتهي بسرعة، تايمر ما بيرحمناش والوقت بيجري والعمر بيجري، بقينا صفر، انتهى التايمر. فريق المستقبل واحد منكم يتفضل بالإجابة. هتبقى 1000 لتر. 1000، نشوف إجابتك، برافو عليك، فعلا 1000 لتر. وفريقنا المستقبل طالع وعلى طول كل إجاباته صحيحة، ومعانا دلوقتي 3-2، وحالا فريق الشروق هيحصل المنافسة شديدة وقوية، 3-2. نشوف السؤال بتاع فريق الشروق، ركز. من هو مؤسس علم الوراثة؟ من هو مؤسس علم الوراثة؟ نشوف الإجابات اللي معانا، هل هو ابن الهيثم ولا مندل ولا جاليليو ولا ابن سينا؟ مؤسس علم الوراثة، هل هو ابن الهيثم أم مندل أم جاليليو ولا ابن سينا؟ خد وقتك والتايمر هيبدأ يعد. علم الوراثة، علم اللي بيختص بدراسة انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء. تايمرنا بادئ 24، خلي بالك. علم الوراثة هو علم انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء من خلال النواة، وخصيصا من خلال الكروموسومات والمادة الوراثية التي توجد داخل النواة. تايمرنا 7 6 3 2 1، والتايمر انتهى. فريق الشروق هيقول لنا اجابته.
مندل. مندل. العالم مندل هو مؤسس علم الوراثة. طبعا إجابة سليمة، والفريقين ما شاء الله عليهم في حالة تنافس ومتساويين لغاية دلوقتي. هايل، إجابتك سليمة. 3-3 لصالح الفريقين. الفقرة العلمية قربت تنتهي. نشوف السؤال لفريق الشروق، هيقول لنا المستقبل، صح؟ المستقبل هيقول لنا إيه؟ ما المصدر الرئيسي للأشعة الفوق بنفسجية؟ دايما نسمع إن في أشعة فوق بنفسجية بترد إلينا، طب جاية لنا منين؟ إيه مصدرها؟ هل الشمس ولا طبقة الأوزون ولا الغلاف الجوي ولا الفضاء؟ يا ترى مين في الأربعة المصدر للأشعة الفوق بنفسجية اللي طول عمرنا نسمع عنها؟ خد وقتك وابدأ فكر، والتايمر بدأ يعد. ما المصدر الطبيعي الرئيسي للأشعة الفوق بنفسجية؟ تايمرنا عند 21، وصلنا ل 20. مصدر الأشعة الفوق بنفسجية، هل الشمس أم الغلاف الجوي ولا طبقة الأوزون ولا الفضاء الخارجي؟ التايمر 7-5-3. ويا ترى وصلتوا للإجابة ولا لسه؟ الأشعة الفوق بنفسجية التي ترد إلينا، التايمر انتهى، اتفضل فريق المستقبل. الشمس. الشمس، نشوف نتأكد فعلا الشمس هي المصدر الطبيعي والرئيسي للأشعة الفوق بنفسجية. إجابتك سليمة. وصلنا لكام كام دلوقتي؟ 4-3. هايل. نشوف فريق الشروق سؤاله هيكون إيه؟ سؤالنا بيقول تقع الغدة النخامية فين؟ هل في الحنجرة ولا فوق الكلية ولا في منطقة تحت المهاد ولا على القصبة الهوائية؟ الغدة النخامية موجودة فين؟ بتسمى رئيسة وسيدة وميسر الغدد الصماء. خلي بالك تايمرك بيعد. معانا 19-18. فكر، كلمة غدة يعني بتفرز هرمون في الدم. الغدة مسؤولة عن أنشطة كتيرة جدا في الجسم، بالذات النخامية، ده بيسموها الرئيسة. احنا وصلنا تعددنا لتلاتة، 2-1. التايمر انتهى، اتفضل فريق الشروق. في منطقة تحت المهاد. في منطقة تحت المهاد، كنت حاسة ان السؤال ده عصلك معاكم شوية. في منطقة تحت المهاد فعلا الغدة النخامية، نتأكد. في منطقة تحت المهاد تقع الغدة النخامية وتسمى رئيسة الغدد الصماء أو مايسترو الغدد الصماء. برافو عليك، تعادل 4-4. طيب تمام، ده سؤال بدون اختيارات، يعني مفيش اختيار، سؤال واحد لكل فريق، مش هديك فيه اختيارات. فريق المستقبل سؤالنا بيقول من مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ فكر وعدادك هيعد. ما عنديش اختيارات. من مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ أنا شايفة إن الفريق ما شاء الله في الجانب العلمي هايل، أمال الأدب ليه يا جماعة؟ ندخل علمي بقى. من مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ ها السؤال ده بدون اختيارات وعداتك شغال. إحنا في رقم 25، في دورة دموية كبرى وفي دورة دموية صغرى. يا ترى من مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ مهم قوي إن أنا أعرف حاجات عن جسمي. الدم بيدور في دورة، خارج منين وداخل فين؟ خارج البطين، داخل على أذين. في دم شايل أكسجين، في دم شايل ثاني أكسيد الكربون. إحنا تايمرنا بينتهي، 2-1 انتهى عددنا. اتفضل إجابتك فريق المستقبل. ابن النفيس. متأكد إجابتنا صح ولا لأ؟ ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى. برافو عليكم، أنتوا في الفقرة العلمية مالكوش حل، هايلين في الفقرة العلمية. ننهي الفقرة العلمية بآخر سؤال هنوجهه لفريق الشروق. سؤال بيقول طبعا دون اختيارات، ما هي الحالة الطبيعية لعنصر الزنك زد إن الخرسين؟ حالته الطبيعية إيه؟ عددنا هيعد. آخر سؤال في الجانب العلمي في الفقرة العلمية، إيه هي الحالة الطبيعية لعنصر الزنك زد إن الزنك أو الخرسين؟ اكيد خدتوه في تفاعلاتك، احنا خارجين من اعدادي في مسائل كتير خدتها عليه. ساعدته زد ان مع حمض الهيدروكلوريك ومع حمض الكبريتيك، زد ان اتش 2 اس او 4 صح؟ عشان يديني زد ان اس او 4 واتش 2 غاز متصاعد. ها درس اهو. ايه الحاله الطبيعيه بتاعتك؟ يعني ايه حالته الطبيعيه؟ غاز
ولا صلب ولا ساق؟ الفريق بتاعنا عدادك انت هتفضل فريق الشروق. صلبه. الزنك فعلا حالته صلبه. يبقى احنا كده نهينا فقرتنا العلميه بتعادل فريقين 5-5 تعادل للفريقين. هنبدا ندخل محطه اخرى في محطات رحلتنا وفي مسابقتنا عشان نوصل للمحطه الاخرى. بس قبلها سؤال صغير. صوره يعني هنحطها في النص. يا ترى الصوره دي بتاعت ايه؟ بص كده على الصوره، فريقنا فريق المستقبل. دي صوره ايه ده؟ عشان نقول كده انا هنا فقرتنا روح على المحطه الجديده. ايه الصوره دي؟ حاول كده تتاملها وتشوف يا ترى ده ايه ده؟ في كور ماشيه، حاجات غريبه كده. ايه الصوره دي؟ فكر وتيمرك عادي، تيمرك بيعد. هي صوره ونتعرف عليها عشان ننزل من المحطه العلميه ونبدا ندخل في محطه اخرى وهي المحطه الرياضيه. واحنا شباب اكيد في الرياضه مش هنلاقينا عقوبات ان شاء الله، هتلاقي الدنيا ماشيه مفيش عقبات. العداد 3-2-1 انتهى. ها الدم، الدم. طب ايه الاحمر ده؟ كرات الدم الحمراء. برافو عليك، انت شفت الصوره دي قبل كده ولا توقعتها؟ لا توقعتها. توقعتها. كرات دم حمراء طبعا هي الاكثر عددا، طبعا هي المفروض عينه من الدم بجميع انواع كرات الدم الحمراء والبيضاء. برافو عليك فريق المستقبل، بديهيتك عاليه جدا، كويس ان انت لقطت الحته دي. اخر صوره لاخر محطتنا، شوف الشكل اللي قصادك ايه ده؟ عضي. قربت لك اهو، ده عضي. ايه عضي؟ كلمه عضي يعني حاجه داخله في تركيب خليه، تصغير لكلمه عضو، زي ما بنقول شجره وشجيره، تصغير. لان انا بتكلم عن خليه لا ترى بالعين المجرده، يبقى اللي جواها ما اقدرش اقول عليها اعضاء، اقول عليها عضيات. ده عضي. فكر فريق الشروق، ايه العضي ده؟ وموجود فين؟ فكر وخد وقتك. اخر محطه في فقرتنا العلميه. ها؟ سيمارك انت هتفضل. موجود في الجسم؟ موجود في الجسم. بس مش هقول لك جسم ايه عشان لو قلت لك هتعرفه، بس هو موجود في الخلايا، خلينا نقول كلمه ادق، في الخلايا. جسم الحيوان. بس مش قادر تعرف ايه العضي ده او العضي ده ايه، صح؟ العضي ده تسمع عن حاجه اسمها بلاستيده خضراء. بلاستيده خضراء. النبات الاخضر يرجع لونه الاخضر الى وجود البلاستيده، هي دي. يعني هو مش في جسم الحيوان؟ لا ده في النبات. البلاستيدات الخضراء توجد في الخلايا النباتيه وهي دي الشكل بتاعها. وكده فريق المستقبل عدى بصورة الدم عن فريق الشروق. يبقى كده الفقرة بتاعتنا انتهت بكام؟ 6-5. افتكر الرقم 6-5 لفريق المستقبل. هنطلع على المحطة الجديدة، سيبنا محطتنا دي وندخل في المحطة الرياضية او الفقرة الرياضية. تمام. اول سؤال بيقول لنا من افضل لاعب كرة قدم في عام 2003؟ فريق المستقبل. من افضل لاعب في العالم لكرة القدم لسنة 2003؟ عداتك شغال يا فريق المستقبل. احنا عند 24-23، خد وقتك. افضل من الحائز بلقب افضل لاعب في العالم لكرة القدم، بس خلي بالك سنة 2003. اكيد كلكم بتحبوا كرة القدم، بتحبوا تلعبوا كورة، واكيد بتاخدوا معلومات عنها. اعتقد الفقرة الرياضية مش هنلاقي فيها صعوبة. بص يا حبيبي برضو معانا اختياراتنا، سانت اتيان ولا ميسي ولا دافور سوكر ولا روبرتو. ها خد وقتك وفكر، ولا زين الدين زيدان، اسفة، خد وقتك وفكر. ادينا اختيارات اهو، انت هنا بالعدد ونبدا نشوف السؤال. قلت زين الدين زيدان. زين الدين زيدان، برافو عليك. زين الدين زيدان افضل لاعب كرة قدم لسنة 2003. يبقى في الفقرة العلمية انتهينا 6-5، في الفقرة الرياضية فريق المستقبل حاز أول درجة في الفقرة الرياضية. الفريق الثاني، يلا فريقنا فريق الشروق. من هداف الدوري الأسباني لعام 2011؟ هداف الدوري الأسباني لعام 2011. بص على اختياراتك، كريم بنزيما ولا فالكو ولا كريستيانو ليوناردو ولا ميسي؟ خد وقتك وفكر. اكيد انتوا الاسماء دي انتوا حافظينها اكتر مننا. هداف الدوري الاسباني لعام 2011، الهداف
اللي أطلق أكبر عدد ممكن من الأهداف. خد وقتك وفكر والتايمر شغال. وصلنا لتسعة، ثمانية، تايمرنا، الوقت بيجري بسرعة. من يا ترى هداف الدوري الأسباني في عام 2011؟ والتايمر انتهى. فريق الشروق اتفضل. ميسي. نشوف الاختيارات. وقعت. كريستيانو رونالدو. معلش معلش، يبقى الفقرة الرياضية. معلش معلش، ما هو مش حاجة يعني، الإنسان ما يبقاش دايما كسبان، أكيد هيجي مراحل، لكن الشطارة إن احنا نقف ونعدي ونكمل. يبقى الفقرة الرياضية معانا 1-0. خليك فاكر علمية كانت 6-5. هندخل على السؤال اللي وراه اللي بيقول لنا: متى وصلت الكويت لأول مرة لنهائيات كأس العالم؟ متى وصلت الكويت لأول مرة لنهائيات كأس العالم؟ هل ده حصل سنة 1982 ولا سنة 1987 ولا 1990 ولا 1986؟ متى وصلت الكويت لأول مرة لنهائيات كأس العالم؟ أنا عارفة الفقرة الرياضية جديدة شوية، بس أنتوا ما شاء الله رجالتنا في الرياضة بيبقوا جامدين، بيبقوا عندهم معلومات حلوة. فريق المستقبل بيتشاور بيفكر عشان يوصل لنتيجة. خلي بالك التايمر بيعد. وصلنا ل 13. متى وصلت الكويت لأول مرة لنهائيات كأس العالم؟ التايمر وشك على الانتهاء. وصلنا ل 1-0. انتهينا. فريق المستقبل حد يرد؟ اتفضل. 1982. نتأكد اجابتنا صح ولا غلط. فعلا 1982. فريق المستقبل شادد، برافو عليكم، إجابة سليمة. 2-0 لفريق المستقبل أو لصالح فريق المستقبل. ما تزعلش يا فريق الشروق، إن شاء الله السؤال الجاي سهل وهتجتازه إن شاء الله. من فاز بالدوري الإيطالي عام 42؟ مين اللي فازت، الدولة اللي فازت بالدوري الإيطالي سنة 42؟ نشوف اختياراتنا. ها فكر. ها روما اعتقد، اي سي ميلان ولا ها اي سي ميلان. يلا فكر مين اللي فاز بالدوري الايطالي سنه 42. تايمرك بدا يعد. من فائز بالدوري الايطالي؟ معاك السؤال قدامك. تروفيو تشيلي ولا روما ولا اي سي ميلان؟ فكروا، خد وقتك، اتشاوروا يا جماعه، فكروا مع بعض، فكروا. من فاز بالدوري الايطالي سنة 42؟ خلي بالك التايمر بينتهي. وصلنا لسبعة، وصلنا لسبعة، خدوا وقتكم. من فاز بالدوري الايطالي وانتهى التايمر؟ اتفضل. اي حد. فريق الشروق. شوف كده روما. معلش معلش، حظنا مش تمام. معلش هي بتيجي ظروف بقى. طيب المستقبل هنشوف سؤالك. احنا كده 2-0. متى تأسست أول اتحاد دولي للشطرنج؟ متى تأسس أول اتحاد دولي للشطرنج؟ فكر معانا ونشوف امتى. هل ده سنة 1900 ولا سنة 1950 ولا 61 ولا 24؟ فريق المستقبل، متى تأسس أول اتحاد دولي للشطرنج؟ واضح ان احنا مش في الرياضة قوي يعني، احنا كنا فقرة علمية جمال. معلش مش مشكلة، نعوض لسه معانا فقرة تاريخية وفنية نعوض فيها خسارتنا. امتى تأسس أول اتحاد دولي للشطرنج؟ التايمر بينتهي، احنا في 13 12 وقربنا نوشك على الانتهاء. يا ترى سنة كام تأسس أول اتحاد دولي للشطرنج؟ فريق المستقبل يجهز بإجابته والتايمر انتهى. اتفضل فريق المستقبل. 1924. طيب نشوف اختياراتنا. هو انتوا ايه حكايتكم؟ هي بتيجي بالحظ ولا ايه الموضوع؟ لا لا، 1924 فريق المستقبل. جبنا 3-0. هاي فريق المستقبل، وهنكمل بقيه فقراتنا ونشوف سؤال 6 هيقول لنا ايه لفريق الشروق. هنعوض خسارتنا ان شاء الله في الفقرات اللي جايه، ما تزعلش. في اي عام اقيمت بطوله كاس الخليج لكره القدم لاول مره؟ في اي سنه اقيمت بطوله كاس الخليج لكرة القدم لأول مرة؟ هل سنة 1980 ولا 1960 ولا 90 ولا 70؟ خدوا وقتكم وفكروا وقولوا. التايمر بدأ يعد. في أي عام أقيمت بطولة كأس الخليج لكرة القدم؟ 80 ولا 60 ولا 90
ولا 70؟ ها التايمر وصل ل 18. فكر بالراحه وان شاء الله هنجتاز السؤال ده. هل يا ترى سنه 80 ولا 60 ولا 90 ولا 70؟ التايمر بينتهي. وصلنا 5 4 3. فريقنا بيتشاور ان شاء الله. انتهينا في الوقت. اتفضل فريق الشروق. 1970. 1970. ابتسم بقى، ابتسم بقى. ايوه كده 1970. هايل كده، بدانا اهو الدنيا تمشي معانا شويه. برافو علينا، بدانا نعوض خسارتنا كده. احنا كام في الفقره الرياضيه؟ 3-1. نكمل بقيه اسئلتنا وكده انتهت الفقره الرياضيه اللي كانت واضح انها كانت تقيله على قلوبكم. نشوف الفقره التاريخيه، اكيد هتكون معلوماتها احلى. يبقى كده الفقره دي عد معانا. فريق المستقبل جايب 6 في الفقره العلميه و3، يعني انت كده مجموع نقاطك 9. فريقنا 5-1، يعني مجموع نقاطه 6، يعني 9-6. ونشوف الفقره التاريخيه. اول سؤال بيقول لنا يا فريق المستقبل، ما اسم المحرقه التي قام بها هتلر لحرق اليهود في مكان كده سموه المحرقه، او اللي هيحرق فيه اليهود عملوه هتلر، اسمها ايه؟ شوف اختياراتك، ها حاول تفكر. هل اسمها المحرقه الكبرى، اسمها جيستابو، اسمها الهولوكوست، اسمها باد فاشين؟ نقرا الاختيارات تاني. اسم المحرقه التي قام بها هتلر لحرق اليهود، باد فاشين، الهولوكوست، جيستابو، المحرقه الكبرى. فكر وخد وقتك وتايمارك شغال. وصلنا ل 4-3-2. فقره تاريخيه هتكون ألذ. تايمر انتهى، اتفضل. المحرقه الكبرى، اسمها المحرقه الكبرى. نشوف كده. لا، الهولوكوست. احفظ بقى اسمها معلومه. الغرض يا جماعه من موضوع ايه؟ طبعا وين، معلش خطانا، اسفه خطانا، فل خطانا. يعني احنا كده فقرتنا ايه؟ رياضيه 0 مع فريق المستقبل. بس انا عايز اقول حاجه، الهدف ايه من الموضوع؟ مش ان مين هيفوز ومين هيصل، الهدف ان انا بكتسب معلومه انت سمعتها قبل كده، لا اديني خدت بالي منها وعرفتها، لو قابلتني تاني هعرفها، يبقى اسمها الهولوكوست. نشوف السؤال الثاني. الفقره واضح ان الفقره التاريخيه مش هتكون على هوا فريق المستقبل، يمكن الشروق يعوض خسارته. فريق الشروق، شوف السؤال اللي جاي بيقول، متى كان استقلال غانا؟ غانا استقلت امتى؟ حصل استقلال امتى؟ سنه 92 ولا 73 ولا 57 ولا 48؟ استقلال غانا. فكر يا فريق الشروق، فرصه ان فريق المستقبل وقف في الفتره التاريخيه علشان فريق الشروق يقدر يعدي. ها، من، متى كان استقلال غانا؟ 62 73 57 48. فكر والتايمر. وصلنا ل 14 13، والوقت دايما بيجري معانا، 30 ثانيه بيجروا بسرعه. عايزين نعرف امتى حصل استقلال لغانا؟ 62 73 57 والوقت انتهى. اتفضل فريق الشروق. 62. نشوف. 57. معلش ما قلت لك، ما تشاورتوش ليه؟ 57. معلش اخطانا في الفقره التاريخيه احنا الاثنين، 0-0 تعادل في الخساره. معلش هنعوض في اللي جاي. من اول حاكم للكويت؟ اختياراتك، نواف الاحمد الجابر، صلاح الاول، عبد الله سالم الصباح، جابر الاحمد الجابر. اول حاكم للكويت، فريق المستقبل خد وقتك وفكر. فريق المستقبل ناخد وقتنا ونفكر. اول حاكم للكويت، التايمر هيبدا يعد. اول حاكم للكويت، نواف ولا صباح ولا عبد الله سالم ولا جابر الاحمد؟ اول حاكم للكويت. الوقت بيجري، وصلنا في عددنا ل 15. ها يا ترى مين اول حاكم للكويت؟ العداد بينتهي. نواف، صباح، عبد الله، جابر. 2-1 انتهى الوقت. اتفضل فريق المستقبل. صباح الاول. صح، نشوف صباح الاول. يبقى جبنا 1 للفريق المستقبل
في الفقرة التاريخية. شايفة الابتسامة عن فريق المستقبل وفريق الشروق إن شاء الله ربنا هيعين في اللي جاي. برافو عليكم. نشوف السؤال الرابع بيقول إيه؟ لماذا لقب محمد الثاني بالفاتح؟ محمد الثاني بيسموه الفاتح ليه؟ هل لأنه فتح القسطنطينية ولا لفتحه دمشق ولا لفتحه بلاد الفرس ولا لفتحه بلاد الأندلس؟ فكر. محمد الثاني الفاتح سموه الفاتح ليه؟ هل فتح القسطنطينية أم دمشق أم بلاد الفرس أم الأندلس؟ فكر. عدادك بدأ. فريق الشروق خدوا وقتكم، الدنيا جميلة ومفيش مشاكل، ناخد وقتنا ودينا بنكتسب معلومات. هدفنا يا جماعة معلومات مش أكتر من كده، معلومات وبنقضي وقت جميل مع بعض وبناخد بيه. لو أنا طلعت من الحلقة بمعلومة أو اتنين أنا الفائز، طالما إن في معلومة رسخت في ذهني يبقى أنا الفائز. واحد والتايمر انتهى. فريق الشروق اتفضل. لفتح القسطنطينية. الاتنين فتحوا القسطنطينية. نشوف. برافو عليكم فعلا لفتح القسطنطينية. بقينا كده كام؟ اتنين واحد ولا ايه؟ لا ها عدوا كده الفريق. انت قلت واحد لواحد. تمام ماشي. فريق المستقبل سؤالنا بيقول من الخليفة الاموي الذي لقب بابو الملوك؟ الخليفة الاموي اللي سموه ابو الملوك، هل هو مروان بن الحكم ولا هل هو معاوية ابن ابي سفيان ولا عبد الملك ابن مروان ولا بالدين معاوية؟ ها يا ترى مين؟ مروان، معاوية، بجيب بقى الكلمة اللي بيشتروا بيها، ولا عبد الملك ولا ابي سفيان؟ فكر وشوف من هو ابو الملوك اللي لقب بابو الملوك. والعداد بدأ. احنا فعددنا تايمرنا عند 19. ابو الملوك، من الخليفة الاموي اللي اطلق عليه ابو الملوك؟ يا ترى هيطلع مين؟ والعداد اوشك على الانتهاء. احنا عند 4 3 ها والعداد تايمرنا انتهى. واتفضل فريق المستقبل ولا الشروق؟ المستقبل اللي عليه الدور تقريبا. اتفضل فريق المستقبل. عبد الملك بن مروان. نشوف الاجابة. عبد الملك بن مروان. يبقى 2-1 في الفقرة التاريخية. برافو عليك عبد الملك بن مروان. السؤال اللي وراه بيقول أظن ده سهل بقى، ده سؤال هدية. متى وقعت ثورة الضباط الأحرار في مصر؟ سؤال هدية عشان نعوض خسارتنا. ثورة الضباط الأحرار في مصر كانت سنة إيه؟ هل سنة 1951 ولا 53 ولا 52 ولا 50؟ ثورة الضباط الأحرار. ثورة الضباط الأحرار وعددنا بيان. سؤال هدية بس ما تتسرعش. ساعات بقى في أسئلة بيقولوا عليها السهل الممتنع. عايز أعوذك من السؤال، ما تتسرعش بإجابتك، لازم أفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما أقول الإجابة. متى وقع ثورة ضباط الأحرار؟ أنت ليه مش بتشاور على الإجابة؟ عارفينها. طب برضه الشاور يمكن تكون أنت عارف حاجة وهو عارف حاجة تانية. طب قول له اللي أنت عارفه يمكن يحصل، مفيش فايدة. طيب فبنرجع تاني. 8-7 احنا ملتزمين، النظام حلو في كل حاجه في حياتنا، مش هنسمع اجابتك غير بعد ما التايمر ينتهي. زيرو. اتفضل فريق الشروق. 52. نشوف الاجابه. 52. تعادلنا 2-2 في الفقره التاريخيه. متى تاسست منظمه الدول الامريكيه؟ متى تاسست منظمه الدول الأمريكية؟ فريق الشروق سنة 49. فريق المستقبل على الدور 49 48 61 57. وفكر. قربنا ننتهي من الفقرة التاريخية. امتى تأسست منظمة الدول الأمريكية؟ منظمة الدول الأمريكية تأسست امتى؟ 49 48 61 57. والتايمر بقاله فترة بيعد. خدوا وقتكم وفكروا. زي ما قلنا لو طلعت في الحلقة دي بمعلومة أو اتنين أنا اللي فزت بالحلقة، لأن أنا خرجت منها بمعلومة. متى تأسست منظمة الدول الأمريكية؟ التايمر أوشك على الانتهاء. 4 3 2 قربنا ننتهي. اتفضل. 1948. نشوف إجابتك. أنتوا الحظ النهاردة معاكم في الطالع. الحمد لله. الحمد لله. ركعتين شكر لله بعد ما تخلص. انتوا حظكم النهارده في الطالع. احنا نقول لهم هم فريق المستقبل. فريق المستقبل النهارده
رائع. وفريق الشروق هيحصلك حالا. فريق الشروق، من السلطان العثماني الملقب بالصاعقة؟ الصاعقة. شوف، محمد الفاتح ولا سليم الأول ولا بازيد الأول ولا مراد الثاني؟ فكر، من الملقب بالصاعقة؟ عرفني أبو الملوك في صاعقة بقى. مين اللي أطلق عليه الصاعقة وتيمرنا بدأ يشتغل؟ احنا في 25 24، خد وقتك وفكر. السلطان العثماني الملقب بالصاعقة، يا ترى محمد الفاتح ولا سليم ولا مراد ولا بايزيد الاول؟ فكر، والوقت بينتهي بسرعة. تيمرنا بيجري جدا، 30 ثانية بيجروا. 6 5، اديني بدأت اعرف شوية معلومات او اتأكدت من معلومات كانت في ذهني لو انا متأكد. فريق الشروق اتفضل اجابتك. بيزيد الاول. بيزيد الاول، برافو عليك، بيزيد الاول. اتفقنا مع بعض طلع الصح. شفت بقى، لما تشاورنا مع بعض واتفقنا مع بعض طلع الصح. انت كده اثبتت لنا ان الرأي لابد ان يكون شورى بينكم، ما تنفردش بقرار. تمام، دي ما فيهاش اختيارات. من هو العالم المصري الحاصل على جائزة نوبل سنة 99؟ برضو سؤال هدية، سؤال هدية. مين العالم المصري اللي خد جائزة نوبل سنة 99؟ فكر وقول لي اجابتك. تايمرنا شغال عشان هننتهي من الفقرة وندخل على الفقرة الفنية. ندخل في محطة جديدة. احنا 15 14، فارقنا. اخبارك؟ فكر، خد عايزة من زميلك قال لما تشاورنا طلعنا بالإجابة الصح. من هو العالم المصري اللي حاز على جائزة نوبل سنة 99؟ تايمرنا انتهى. اتفضل فريق المستقبل، فريقنا. نجيب محفوظ. نشوف. احمد زويل. زويل كنت عارفها؟ انا كنت عارفها. ما قلتش ليه؟ هقول لك حاجه، في احنا فاضل لنا كام سؤال. لو في فريقك انت عارف الاجابه بتاعته، لما هو يقول اجابه تطلع خطا اطلب ان انت تقول الاجابه وتتحسب لك. وتتحسب لي وتسال برضه. تتضاف عليك. يبقى انت كده خدت سؤال زياده. احمد زويل. خلاص ما فيش مشاكل. لا قلتها بعد ما كلنا طلعناها على الشاشه. معلش معلش، نعوض في اللي جاي. كده 2-2 وان شاء الله هنعدي. من القائل، بص بقى على العباره ديت، من القائل انثروا القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين؟ العباره عجباني، بص كده هقراها لك تاني. من القائل انثروا القمح، يا ريتك تحفظ العباره وتعرف اسمه لما نقول اجابته. من القائل انثروا القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال ضاع طير في بلاد المسلمين؟ عباره روعه. فكر، تشاوروا مع بعض ونطلع بالاجابه. هم مين طيب؟ تايمرنا. لا ما هو دي اسئله من غير اختيارات، ده اخر سؤال بيكون من غير اختيار. هنحل ان شاء الله. 7 6 5، فكر لسه التايمر. اتفضل فريق الشروق. عمر بن عبد العزيز. نشوف. برافو عليك، انت هايل. انا عايزه النهارده نكون طالعين حافظين الايه او الفقره دي. من القائل انثروا القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين؟ برافو عليك، المفروض تاخد عندي نقطتين بس. هو بقى خدتها. المهم ان انت قدرت توصلها. برافو عليك، هايل. كده مجموع درجاتنا كان 9-6. بعد الفقرة التاريخية هنضيف 2 على، صح كده انا بعد صح، 11. 2 معاك وبقى 11، وانت هنضيف لك 3. بقينا كام؟ 6 و3. 9. وصلنا ل9. نشوف بس سؤالين 3 كده في الفقرة الفنية علشان نكون وصلنا للمحطة الأخيرة. احنا وصلنا للمحطة الأخيرة في حلقتنا ونشوف فقرتنا الفنية هتقول ايه. قال العرب، بص العبارة دي برضو حلوة. قال العرب، فريق المستقبل، سبق السيف العزل. فما هو العزل؟ دايما نقول ايه سبق السيف العزل، لما تلاقي نفسك تسرعت في اتخاذ قرار وتندم عليه تقول سبق السيف العزل. يعني ايه عزل دي؟ هل المقصود بالعزل دي العفو ولا اللوم ولا الندم ولا الاسف؟ سبق السيف العزل، ما هو العزل؟ ما هو احنا بنقول ساعات اقوال مقصوره ومبقاش عارفين معناها وبيكون لها مرجوع، فادينا بنسترجع. قال العرب سبق السيف العزل،
فما هو العزل؟ العزل ولا اللوم ولا الندم ولا الأسف؟ فريق المستقبل عدادك بينتهي 3-2-1. خلاص انتهينا، تفضل. الندم. طب لو احنا طب احنا كنت خلاص ما كنت هتقولوها الندم صح؟ كنا نقول اللوم. بالأمانة اللوم، معلش اللوم. أخدوها؟ لا ما خدوهاش، أنا كنت طلعتها على اللوحة برضه. ماشي كويس كويس، أنت فرحان إن زميلك مش هيكسب. أهم حاجة بس إن أنا أخدت معلومة يعني إيه العزل. سبق السيف العزل، اللوم. اللوم يعني ما لازم قبل ما تاخذ قرار لازم تفكر فيه عشان ما نندمش عليه. السؤال الثاني، الفريق الشروق بيقول حاصل جمع ألوان الطيف السبعة اللون، والله سؤال هدية يا فريقنا. اللبن الهلامي، الابيض الهلامي، البرتقال الهلامي، الموف الهلامي. يعني ايه يعني لو جمعت الالوان الطيف السبعه؟ من شويه جالك سؤال وقال لك ان الشمس فيها سبع الوان للطيف اللي هم احمر اخضر اصفر وهكذا. السبع الوان دول لو انا جمعتهم بقى هيدوني لون ايه؟ هل لون لبني، ابيض، برتقالي، موف؟ لا لو مع... خلاص ماشي خلاص كويس، انت نبهتني عشان اسمع منك لو هو معلش. انتوا الاهم، انت اللي جاوب. ده سؤالك ايه؟ عدادك بيعد احنا في 11، لو انت جاوبت غلط هسمع. طب ما احنا قبليها كنا عايزين خلاص بقى، ما عشان هو قال قبلها قبل ما انا اجيب اللوحه هو لحق نفسه. بس اكيد انتوا هتعرفوها. فكر. ها لبني، ابيض، برتقالي، موف. موف برتقالي. فكر وتايمرك انتهى. ايه اخر كلام؟ لو جمعت السبع الوان يطلع لك لون الشمس ايه؟ اللون موف ولا لا؟ اخر كلام الموف. لا تشاوره، هدي لك ثانيه كمان. ها موف ولا ابيض؟ اسمع اجابه واحده. ها البرتقالي. لا ساب الموف الاول جاب لون تاني. لا الاجابه خطا، اسمع اجابتك. الموف. الموف. لا انتوا الاثنين اجاباتكم خطا، الاجابه هي الابيض. انا عمال اقول لك ضوء الشمس ضوء الشمس ضوء الشمس الموف يا جماعه. الفريقين خسروا. الابيض. معلش الالوان الرئيسيه هي، انا اسمع عن الوان كثيره قوي بس ايه الالوان الرئيسيه؟ هي ايه في علم الالوان؟ ما هو اللون الرئيسي؟ ابيض اسود احمر ولا اخضر اصفر ازرق ولا احمر اسود بني ولا احمر ازرق اصفر؟ فكر بسرعه في المستقبل عشان الوقت معانا مش سامح لنا. خلاص لو ما عرفش هسمع اجابه. جميل بسرعه، تايمرنا هيعد. ها قربنا نوصل لنهايه محطتنا. الالوان الرئيسيه هي، خلي بالك تايمرك انا عندي 16. فكر. احنا فريقنا كان واصلين لغايه 11-9 في نهايه الفقرات، هنشوف اللي جاي. وصلنا لغايه دلوقتي احنا متعادلين في الخساره. التايمر انتهى، اتفضل. احمر ازرق اصفر. نشوف. احمر ازرق اصفر، برافو عليك، خدنا واحد. طيب نشوف السؤال الثاني، والله سؤال هدية لو بتسمع تلفزيون هدية. من مخرج فيلم باب الحديد؟ هل هو يوسف شاهين، حسام الدين مصطفى، اسماعيل عبد الحافظ ولا بركات؟ مخرج فيلم باب الحديد يوسف شاهين او ملقب بجو يوسف شاهين، حسام الدين مصطفى، اسماعيل عبد الحافظ، بركات. خد وقتك وتايمرك هيبدا يعني. مخرج فيلم باب الحديد. مسمعنوش اصلا. فكر. ما سمعتش الفيلم ده؟ طب فكر، فكروا مع بعض وزي ما تيجي. مخرج فيلم باب الحديد اكيد سمعته بس يمكن الاسم مش معلق معاك. هنومك. مخرج فيلم باب الحديد. مخرج فيلم باب الحديد. وعلى فكره هو المخرج وكان له دور رئيسي في الفيلم. بابا حاول اقرب لك الموضوع. وكان فيه هند رستم. يوسف شاهين ولا حسام الدين مصطفى، اسماعيل عبد الحافظ، بركات. تايمرنا انتهى، اتفضل فريق. يوسف شاهين. يوسف شاهين. نشوف. برافو عليك يوسف شاهين. يبقى كده كام؟ هايل، اجابه سليمه. كده تعادلنا 1-1 في الفقره الفنيه. يعني انتوا كنتوا 11 بقيتوا 12، وانتوا كنتوا 9 بقيتوا 10. برضه لسه في فارق نقطتين 12 و10، بس بصراحه المنافسه شريفه. وحتى لو احنا خسرنا الخساره مش كبيره، ده خساره فارق نقطتين بس. بس اهم حاجه زي ما اتفقنا في بدايه الحلقه ان انت اكتسبت ايه؟ معلومه. متهيألي في كام كلمه كده الهولوكوست مثلا، في كام كلمه كده علقوا معاك؟ انصروا القمح على رؤوس الجبال. متهيألي في حاجات طلعنا بيها النهارده. قضينا وقت جميل معاكم، كانت فقرات مميزه.
وانتوا ما شاء الله عليكم معلوماتكم كانت غنيه جدا جدا جدا. انتهت حلقتنا بفوز فريق المستقبل 11 لفريق الشروق 10. الف مبروك لفريق المستقبل، هارد لك لفريق الشروق، هنعوضها في ايام جايه. الايام جايه كتير. 12 10 مفيش مشاكل، 12 10 برضه فريق المستقبل هو الفائز. بنشكركم على تواجدكم معانا، بنشكركم على معلوماتكم الحلوه الغزيره اللي احنا شفناها. صدقوني بنفرح قوي 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 لما نلاقي شبابنا وطلابنا، بالذات ان انتوا سنكم صغير لكن الى حد كبير. على فكره الاسئله كانت صعبه، بس الى حد كبير انتوا اكتسبتوا اغلب الاسئله واحتسوا او اكتسبتوا ارقام حلوه جدا جدا جدا. نفرح ان اولادنا وشبابنا عنده معلومات، مش دماغه مكسوره على الكتاب وبروح افرغه في الامتحان وبنساه، لا ده انا عندي معلومات وخدت اكيد معلومات النهارده. قضينا وقت جميل معاكم، على وعد بلقاء مره اخرى. قضينا وقت جميل، ويا ترى الاسئله عجبتكم ولا لا؟ على وعد بلقاء اخر ان شاء الله. انتظرونا في حلقات جايه واسئله جايه، على وعد بلقاء قريب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.